اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف الفقره الدائمه، فقره الصحفيين اللي بتكون مع حضراتكم بنتكلم بمنتهى الوضوح وبمنتهى الاريحيه الحقيقه علشان نقدر نصل لحلول نستطيع ان احنا نطرحها لكل جمهور النادي الاهلي. خلوني ابدا بناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمد القوصي. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا كابتن؟ شرف ومنور. وحشنا يا كابتن. النهارده الحلقه سخنه ودسمة. كل حلقاتك دسمة. كل في شغل كتير النهارده كمان عن المنتخب الوطني وعن الاستثمار الرياضي والاستثمار الفني اللي احنا بنشوفه الحقيقه في النادي الاهلي. بس اكمل محمد ابو علي النهارده لاول مره يكون معانا، منور ومشرف يا حبيبي. حبيبي يا كابتن اسلام، طبعا شرف ليا وجودي مع حضرتك وفي بيتنا يعني قناه الاهلي ومع الكوكبه الكبيره من اساتذتنا الاستاذ احمد والاستاذ حكيم والاستاذ قصي. ماشي، خلينا نرحب برضه بعبد حكيم ابو علم. ازيك يا عبد حكيم؟ اخبارك يا حبيبي؟ كله تمام؟ شوف عشان اهميه الحلقه جدا النهارده. النهارده انت النهارده عامل شغل جامد. صارف. صارف النهارده. اللي على الحبل، الحته اللي على الحبل. على الاخر. شغل جامد. شغل جامد. اهميه الحلقه بقى هنحتفل شويه. هنحتفل؟ لا مش هنحتفل، احنا هنتكلم. ماشي، خلينا نحتفل. خلينا ايضا نرحب بصديقي العزيز وناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ احمد عوز. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ وسعيد ان انا مش مكلف انت النهارده. لا انت على طول مش مكلف، انت عارف انا الجنب الفقير في الموضوع. شرفين ومنورين استاذ محمد. خليني ابدا مع حضرتك الاول، مهم جدا ان انا اتكلم يعني ايه استثمار رياضي واستثمار فني. النادي الاهلي بقاله سنتين او ثلاث سنين تقريبا بيعمل حاجه الحقيقه بانت جدا خلال الموسم اللي فات وبدايه الموسم اللي احنا فيه، استثمار رياضي واستثمار فني على اعلى مستوى، اقدر اكسب فلوس واقدر اكسب لعيبه كويسه. هو النادي الاهلي شغال على ده بقاله فتره. ايوه. وبيشتغل عليه في كل الاتجاهات الحقيقه، لكن ظهر اكتر في كره القدم يعني. ان انا بجيب اللعيبه بتاعتي وبستثمرها، ممكن اسوقها، ممكن اعيرها، ممكن ارجعها تاني، بعلي قيمتها الماليه. فالاستثمار اللي شغال فيه النادي الاهلي ده حاجه فكر متطور، بطور الاقتصاد بتاعي، بطور المداخيل بتاعتي، بزود المداخيل بتاعتي، بفتح سكك جديده لكل المجالات اللي عندي للعيبه. اعتقد حاجه مهمه جدا النادي الاهلي شغال عليها وبيستعين بخبراء في هذا المجال ومتخصصين يقدروا يحطوا ايديهم على الامر ده. تمام. ابو علي برضو مهم جدا ان احنا عندنا ثلاثه من الشباب موجودين دلوقتي في التشيك عاملين مستوى رائع جدا، اعتقد ان دي برضو نقله تانية بتودينا لمكان تاني، بتودي النادي الاهلي لمكان تاني، ان انت دلوقتي اصبح هناك كشافين من مناطق اوروبيه بيروحوا يتفرجوا على هؤلاء اللاعبين في هذه المناطق، وبالتالي تسويق بشكل او باخر، وفي نفس الوقت انا بكسب لعيب، ده اسمه الاستثمار الفني. بص يا كابتن اسلام، انت يعني لو ركزت واستكمالا لكلام حضرتك على ازاي الاهلي بيعمل بطولات وبيعمل فلوس وازاي الاهلي بيقدر دلوقتي بدل ما تستغني عن اللعيبه وكانوا بيمشوا فري وما بتستفادش منهم، بتطلع اعارات وبتطلع دلوقتي كمان لاوروبا زي اللعيبه اللي طلعت في التشيك وقبلهم كان احمد عبد القادر ورجع تاني الاهلي. لو ركزت حركه الاسلام هتلاقي ان مش بقول كده يعني عن المجلس ده، لا انا بتكلم على اللي حصل على ارض الواقع. هتلاقي ان الاهلي في خلال فتره بسيطه واخد 2 دوري ابطال افريقيا، يمكن 7 شهور و20 يوم، واخد سوبر افريقي، واخد ثالث عالم. الاربع بطولات دول يمكن مدخلين للاهلي ما يقرب من حوالي 9 مليون دولار. يعني انت بتتكلم في 2.5 مليون بطوله دوري ابطال افريقيا زيهم في البطوله الثانيه، بعد كده ثالث العالم نفس المبلغ، ومليون ونص في السوبر الافريقي. انت بتكسب بطولات وبتسعد فريقك او بتسعد جماهيرك وفي نفس الوقت بتعمل ارباح هائله، ولسه عندك كاس عالم ثاني هتشارك فيه، ولسه عندك سوبر افريقي ثاني المفروض هنلعبه قدام الرجاء حسب ما يحددوا يوم 24 او 25. فانت عامل طفره وعامل قائمه محترمه وعامل فرقه كويسه بتجيب لك بطولات وفي نفس الوقت بتدخل لك مداخيل او بتدخل لك فلوس للنادي ولخزنه النادي، فلوس محترمه جدا. النقطه برضو اللي عايز اتكلم فيها ونقطه مهمه ويمكن ناس كتيره ما خدتش بالها منها، ان انت دلوقتي عندك استمراريه ان انت ممكن تعمل الانجازات دي تاني. لو نفتكر والاساتذه طبعا اساتذتنا موجودين وحضرتك تفتكر في 2012 و2013 لما خدنا دوري ابطال افريقيا، كنت في يمكن 2012 بعديها بركات اعتزل، بقى 2013 ابو تريكه وسيد، وبعد كده بعد السوبر كابتن وائل كباتن، يعني كابتن وائل جمعه اعتزل وابتدى الفريق النجوم بتاعته تفضى. انت دلوقتي بتاخد 2 افريقيا وسوبر افريقي وبتاخد ثالث العالم، انجاز طبعا كبير، وعندك فرقه صغيره في السن، عندك اعمار سنيه لو بصيت مثلا لاكرم توفيق، لطاهر محمد طاهر، لصلاح محسن، للعيبه كتيره جدا، ديانج، لعيبه كتيره جوه الفرقه معدل الاعمار بتاعها السنيه صغير، وعندك جيل وسط وعندك جيل الخبره المتمثل في الشناوي ووليد سليمان وايمن اشرف وعلي معلول والسوليه والمجموعه دي. فانت
قدامك دلوقتي مستقبل زي ما بيقولوا مستقبل مشرق كرويا ان انت محقق 2 افريقيا وعندك جيل محترم جدا محافظ عليه ما مشيتش منه حد بل بالعكس ضفت له 5 أو 6 صفقات اقوى من بعض. فاحنا عندنا دلوقتي تارجت او جمهور الاهلي بيفكر ان هو عنده تارجت محترم حقق بطولات وعنده قائمه قويه جدا وتم تدعيمها بلعيبه قويه جدا فبصين للمستقبل ان انت كمان تكسب يعني ماليا بشكل كويس وفي نفس الوقت تكسب بطولات وتزيد لرصيدك القاري او يعني مستوى تتويج البطولات القاريه. ماليا ده مهم جدا لانه في النهايه انت عشان تقدر تجيب لاعب من الدوري الانجليزي تلعبه في الدوري المصري عشان تقدر تروح لسيمبا التنزاني وتتكلم معاهم وان انا عايز لويس ان هو يكون متواجد معانا عشان تقدر تجيب حسام حسن من سموحة عشان تقدر تجيب كريم فؤاد من نادي النجوم اعتقد ان ومصطفى البدري خلاص تم الاعلان عن تواجده رسميا في النادي الاهلي وبالتالي عشان تقدر توفر الفلوس دي انت محتاج زي ما كنا بنتكلم فلوس كتير عشان تقدر تعمل كده في ظل هذه الجائحة اللي احنا بنمر بيها بقى انا داخلين في سنة تقريبا اهو في جائحة كورونا سنة ونص ازاي النادي الاهلي بيقدر يوفق اوضاعه في كل النواحي من الناحية المالية والناحية الاقتصادية والناحية الفنية جوه الملعب بدليل البطولات الكتير اللي خدها النادي الأهلي. ما هو ده جزء من خطة طويلة المدى يمكن في ناس كتير ما خدتش بالها منها كابتن لما كابتن الخطيب كان اتكلم بشكل غير مباشر والاستثمار في كرة القدم في جزئية مراحل السن مراحل الناشئين وكان الاهتمام بقطاع الناشئين وابتديت تجيب عناصر في سن معين من 18 برافو عليك لان بمناسبة الكلام اللي انت بتقوله ده في بعض الناس قالت لك ايه انتوا رايحين تجيبوا لعيب صغير ب 500,000 جنيه ولا بمليون جنيه طب ده هتعملوا في ايه شفنا دلوقتي بيحصل معايا انت حضرتك مرجع دلوقتي عمار حمدي واحمد عبد القادر ايوه دول احنا المفروض نحسبهم صفقتين زي الصفقات اللي موجوده ان هم كانوا 2 من افضل لو تبص ارقامهم في الدوري النسخه الاخيره للدوري 2 من افضل اللعيبه اللي كانوا موجود في النسخه الاخيره للدوري فده جزء من اللي اتكلم عليه الكابتن محمود الخطيب بشكل غير مباشر في مره من ضمن المرات ان احنا لازم نهتم بقاعده الناشئين يبقى عندنا بروتوكولات على فكره مش الثلاثه بس اللي في التشيك اللي هم احنا طلعناهم لا كان في مجموعه من اللعيبه رايحين تاني برضو الدوري الهولندي بس كان اجراءات او الحاجات اللي كانت مصاحبه الكورونا هي اللي عطلت الموضوع جزئيه الفلوس او توفيرها انت كمان عندك الشطاره في حته انك ازاي تجيب لعيبه بشكل معين من غير ما تدفع القيمه الكامله بتاعتها يعني مثلا كل اللعيبه اللي جايه دي جايه بقيم ماليه على سنتين وعلى سنه ونص مظبوط تمام استثمار وعرض اللعيبه دي ليها عائد فني وعائد مالي انت بتاخد يعني مصطفى البدري مثلا كان تبعت الكابتن امير قال لك ان في احتمال اتجاه لاعارته سنتين لا هو قال في اتجاه مش يعني مش احتمال ده اتجاه لاعارته سنتين جزء منها تديله خبره المباريات مظبوط لان الجزء الفني هنا بيقول ان ممكن ما تبقاش فرصه مش قوي يكون ليه دور نعم. فتطلعه ناحيه ثانيه تستفيد ماديا لما تجيبه لما يطلع عار نفس الموضوع في مجموعه اللعيبه اللي انت بتطلعه وعلى فكره النادي الاهلي بيلعب حاجه كويسه جدا انك لما بتطلع اللعيب الناشئ بتخلي جزء من الاعاره يستفيد منها يستفيد بها اللاعب فانت اللاعب الناشئ بتديله فرصه فنيه انت بتستفيد فلوس اللاعب بيستفيد فلوس والنادي اللي هو رايحه بيستفيد من الناحيه الفنيه طبعا طيب عاوز في حاجه اسمها الاستثمار الرياضي ودي احنا عارفينها كلنا الاستثمار الرياضي فكيفيه الاستثمار الرياضي ان انت اخد من هنا وابيع هنا واعمل هنا ولكن الاستثمار الفني ده اعتقد ده اسم جديد او مصطلح جديد علينا في كره القدم المصريه وبالتالي النادي الاهلي بيبرز هذا الامر بالشكل اللي احنا شايفينه بالتعاقدات الكتيره اللي حصلت دي لانه زي ما عبد الحكيم قال ان عمار حمدي واحمد عبد القادر بتعتبر صفقتين انت جايبهم طبعا ومحمد شريف قبلهم واكرم توفيق و و و ناس كتير ياسر ريان واحمد ياسر منه وصلاح محسن فالحقيقه هنضيف بقى على ان انت اللعبه بتستعيد مستواها الفني وان اللعيبه بتكمل كويس وان اللعيبه بترجع تفيدك ان انت لو اشتريتهم كصفقتين جداد سعر عمار حمدي في السوق دلوقتي كام كمان في جزء سياسي يعني ايه جزء سياسي انه فرقه زي الاسماعيلي لما اتزنقت في لعيبه وجت للنادي الاهلي انت عارف التوتر طول الوقت اللي بين جمهور النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي التوتر الموهوب المزعوم كابتن علي ابو جريشه لما راح النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي كان عنده ازمه في اللاعبين في انتقالات يناير النادي الاهلي اداله قائمه فريق 99 والاسماعيلي خد منها لعيبه كابتن علي ابو جريشه خرج كان احد اهم نجوم الاسماعيلي عبر تاريخه وقال ان اول نادي فتح لنا بابه وادالنا لعيبه عشان نستفيد بيها هو النادي الاهلي طبعا فده معناه انه انت بتستفيد ماديا من عرض اللعيبه لانك اداله 2 لعيبه اداله 2 لعيبه
ستيف اقول لعيبه لعبوا على فكره في الدوري الفريق 99 فريق 99 اللي وصلت لحد المباراه النهائيه اللي احنا مش عارفين اللي مش عارفين مين البطل كان طالع منها اعاره 9 لعيبه السنه اللي فاتت لفرق في الدوري بسم الله ما شاء الله شادي رضوان مجموعه كبيره جدا من اللعيبه وفخري وفخري وفخر محمد شكري وشكري صح ومجموعه كبيره الحقيقه 9 لعيبه طالعين من الفرقه وبقيه الفرقه نفست يعني انت متخيل الفريق طالع منه 9 لعيبه وبقيه الفرقه بتنافس لحد اخر جوله فانت استثمرت في اللعيبه دي لان بدات تلعب لانه اللعب للاهلي ان انت تطلع من الناشئ للاهلي عشان تلعب في الاول صعب قوي في ظل النجوم الكبيره او في النادي الاهلي فانت بتروح بتاخد خبره مباريات الدوري بتبقى جاهز اما بترجع تبقى كويس تلعب فانت لما بتثبت نفسك لما بتثبت نفسك زي عمار واحمد عبد القادر فانت عملت علاقات مع الانديه لانك حتى لما بتحتاج الاهلي لما ادى لسموحه احمد عبد القادر وفضل العلاقات تبع الناديين لما طلب حسام حسن في 10 دقائق زي ما قال المهندس فرج عامر فانت كمان بتقوي علاقاتك بالانديه بتدي لهم لعيبه مميزه بتستفيد ماديا بتستفيد فنيا فالحقيقه فكره اعارات اللعيبه لانه حتى الفريق اللي موجود دلوقتي القائمه ممكن يخرج منها لعيبه الاعاره اللعيبه دي لما تخرج هتلعب وترجع ممكن لا لعيبه كبار اللعيبه ليها اسامي خرجت فاللعيبه دي لما تخرج اعاره هتستعيد مستوى ترجع تاني الحقيقه استثمار زي ما حضرتك قلت فني واداري وسياسي نجاح مبهر لمجلس الاداره في الموضوع والكابتن محمود والامير توفيق ولجنه الكوره ولجنه التخطيط الحقيقه الموسم اللي جاي واللي بعده انت زي ما قال الامير معاك في المداخله احنا مع الوقت هتلاقي النادي الاهلي بيبدا يكتفي بلعيبته اصل الناس كلها كانت دايما بتسالنا في ايه طيب هو النادي الاهلي بيجيب الفلوس دي منين لا الاهلي منتج الاهلي يا كابتن اسلام لا طبعا ده هو منتج ده بقى يعني ده ممكن نعمل عليه 20 حلقه طبعا كابتن اسلام انا محضر حاجه كده طبعا بعد ما لو استاذ زلوصه هيتكلم عن ازاي الاهلي بيفكر بره الصندوق وازاي بيدخل ملايين الملايين للنادي من غير مثلا ما يروح يقترض مثلا او يروح ياخد فلوس من حد او يعتمد على اللعيب الكوره انت شفت حجم الانفاق في صفقه مثلا زي لويس مكسوني او بيرسي تاو او اللعيبه اللي جبتها بتصرف فلوس كتيره والكوره بتدخل مكاسب كبيره لكن لما تفكر بره الصندوق وتيجي تعمل مشروع اسمه اهلي اونلاين ستور انا كراجل مثلا بتعامل مع اهلاويه كتير ناس مغتربه وناس مثلا مهاجره عايشه في استراليا او في كندا او في امريكا ناس حتت بعيده نفسهم مثلا في التيشيرت بتاع النادي الاهلي او علم النادي الاهلي او الترنج بتاع النادي الاهلي فيقول له حتى لو نازل او مسافر بعد سنه تجيبه لي وكلام كده ما تجيبولوش حتى الاوريجينال الاهلي ابتكر او الناس بتوع التسويق وانا بشكر فعلا والله امير توفيق على الفكره فكره عبقريه جدا بعيد على الشركه اللي هي الراعيه للتيشيرت يعني التيشيرت بتاع الاهلي لا هو يعني دخل عامل ابلكيشن او ويب سايت اسمه اهلي اونلاين ستور كابتن اسلام او استاذ محمد او اي حد عايز يخش بيخش على الاسطور اللاين ستور ده وبيحدد المنتجات اللي هو عايزها سواء تيشيرت او ترينج في المكان اللي هو فيه وبيقول مثلا سعر الحاجات دي كذا حضرتك ساكن فين انا في استراليا طب هتروح لحضرتك بسعر كذا خدمه توصيل بتدخل للاهلي ملايين وكل جماهير الاهلي بتبقى نفسها في التيشيرت بتاعه محرومه منه او مج عليه علم الاهلي او كاب او ترينج يعني المنتجات بتاعه الاهلي تروح له مكان اللي هو فيه وتدخل الاهلي ملايين بمناسبه الكلام اللي انت بتقوله هو كلام رائع الحقيقه ولكن طبعا خلال الفتره اللي جايه احنا هنعمل ده في حاجات كتير ده الاونلاين ستور خلال الشاشه قناه الاهلي خلال الفتره القادمه في كل برامج الشاشه يا استاذ محمد هنبتدي نعمل كده نقول النادي الاهلي بيعمل بيحصل فيه ايه هو ده شيء رائع من تطوير من لو عندنا نقد هنقوله على فكره ما عندناش اي مشكله في هذا الامر ان احنا نتكلم بمنتهى الصراحه الافكار دي كده وده مطروح طبعا لا ده الافكار دي كلها اللي هو منتج الاهلي ازاي انت تسوقه وازاي انت تبقى بتملكه وازاي ان محدش يسطو على العلامه التجاريه بتاعتك ويستغلها بحيث ان كنا بنشوف في فترات سابقه قصه السطو على العلامه التجاريه دي مزعجه جدا ان مثلا بعد المحلات تعمل تيشيرتات الاهلي تعمل ترنجات الاهلي تعمل ميداليات تعمل كبات الكلام ده في اوروبا مستحيل يتعمل مع ريال مدريد ولا برشلونه ولا مع اي حد لان دي سرقات القانون بيعاقب عليها بيجرمها بشكل كبير جدا لما سمعنا ان اول ما رونالدو راح مانشستر يونايتد اول رقم طلع بعد 24 ساعه او في اقل من 24 ساعه 32 مليون جنيه استرليني جابوا فلوس من ايه من بيع قال لا من بيع تيشرتات ده معنى الكلام اللي حضرتك لا انا بقول يعني مثلا تيشرت محمد شريف لا ينتجه الا النادي الاهلي ولا يبيعه غير النادي الاهلي بس معلومه عائد بيع التيشرت ما بيدخلش كله للنادي طبعا لا هو بيأثر في ايه بقى بيأثر في انه الشركه اللي بتشتري التيشرت لا يعني مثلا داخل مانشستر في التيشيرت لكل تيشيرت بيخش لهم 5 جنيه استرليني بس يعني كل تيشيرت بيتباع 5 جنيه انما بقى لما بيجي لما بتيجي شركه سين
تتعاقد ان هي كده. تلبس النادي الاهلي. أيوة. فهي عارفه ان هو هيكسب من تيشيرت النادي الاهلي رقم كبير قوي بالزبط. فبيدفع الرقم ده لانه عارف انه اللي هيرجع له انه هيرجع له تاني لانه في محمد شريف وفي كهربا يعني. وفي فان طبعا ده مع الوقت انت بتبني اسم. بالظبط يعني هي دي احدى المداخل. اسم البراند ده بيتبني على مدار سنين. مش بتبني فيه بقالك من 1907 بالظبط. فبراند فانت ما تخليش حد يسرق البراند بتاعك ده وبتحصنه بكل الاجراءات القانونيه بتاعتك ولو وتبقى بتراقب كمان السوق وتتابعه ولو في اي حاجه حصلت انت بتتحرك نحوها. دي احدى المداخل المهمه جدا ودايما الاهلي بيفكر خارج الصندوق. دايما الاهلي تلاقيه سباق في حاجات كتيره جدا. تلاقيه دايما رقم واحد اللي بيتحرك وبيفكر بمسافات طويله جدا بعيدا عن الاخرين. وده موجود على ارض الواقع. يعني احنا مش بنتكلم عشان احنا موجودين في قناه الاهلي. لا ده موجود وواقع النادي الاهلي. يعني ده موجود. الحاجه الثانيه ان النادي الاهلي لما بنتكلم على موضوع الاستثمار الاهلي فاترين التعارض عظيمه. بمعنى بالزبط. ان الاهلي لما بيروح يدفع في اليو ديانج ويجيبه مثلا بمليون ونص ولا 2 مليون دولار ايا كان الرقم ساعتها بمناسبه اليو ديانج تحديدا ساعتها الناس قالت ايه ده انتوا جايبينه غالي قوي مثلا يعني ولعيب صغير في السن. فلما بص هو ثمنه كان قد ايه في فرقته اللي موجوده اول 200000 دولار دلوقتي ثمنه كان في النادي الاهلي يعدي 6 و7 مليون دولار. لما بتروح تجيب مكسوني ب 900000 دولار لما تروح تجيب تاو بما يقرب مثلا من 2 مليون دولار اعتقد انك انت بتشتغل في استثمار عالي جدا وبتشتغل في ارقام عاليه جدا. صح في صفقات انت مش بايديك ممكن يحصل فيها بعض الخسائر لكن في صفقات بتعوض وبتشيل بارقام كبيره جدا. ده نتيجه البراند اللي موجود نتيجه اسم النادي الاهلي اللي المفروض يستثمره. مجرد وجود اسم النادي الاهلي يعني هقول مصطلح بيحول التراب الى ذهب. مظبوط. فاي حاجه اسم النادي الاهلي بيخش فيها بيعليها وبيزود من قيمتها ويخلي الاضواء كلها تتجه نحوها. مجرد اسم الاهلي موجود بالظبط. فده الاستثمار وده اللي بيحاول يستغله النادي الاهلي وده اللي ما كانش مستغل من سنوات طويله. يمكن النادي الاهلي بدا في السنوات الاخيره وده اللي مخلي الاهلي الحمد لله مستقر ماديا بشكل كبير جدا دون ان يمد يديه الى احد. انت عايز تقول حاجه من ضمن يعني من ضمن الحاجات يعني الفكر بره الصندوق للناس في المجلس والمسؤول التسويق في النادي ان انت مثلا او الشركه الخاصه ببناء استاد النادي الاهلي. نعم. جم فكروا وقالوا احنا ممكن نحط اسم جنب اسم النادي الاهلي في للاستاد. يعني قول استاد النادي الاهلي مثلا وكذا زي استاد الاهلي والسلام والسلام. بس على استاد الاهلي بقى عملوا مزايده كبيره واتطرحت لشركات كبيره جدا شركات طيران وشركات محمول وشركات مياه غازيه وبتاع وتقدم لها اكتر من شركه من الشركات الكبيره جدا دي ودخلوا عشان اسم النادي الاهلي استاذ محمد بيقول عليه اللي هو اسم كبير وبيجذب. البراند اللي من 1907 انت شغال عليه. فانت دلوقتي عشان تحط اسمك جنب اسم النادي الاهلي سواء مثلا 5 سنين او مده معينه ممكن تدخل النادي بتاعك مثلا او تدخل النادي الاهلي مش اقل من 200 300 مليون جنيه عقد مع الشركه دي شراكه عشان خاطر تحط اسمها جنب اسم النادي الاهلي في الاستاد. الفلوس دي انت هتاخدها هتشتغل بيها على الاستاد. يبقى انت يعني عملت زي ما بيقولوا ايه فكرت بره الصندوق دخلت النادي بتاعك فلوس وعملت بيها مشروع يهم الجماهير. وهو ناس ده كتير مهم. ناس كتير اتكلمت مثلا على مشروع الجراش بغير يعني بخلاف ان هو مشروع قومي. ده انا عايز اوريك حاجه حاجه مهمه فيه. طب هقول لك حاجه بس بمناسبه موضوع الجراش ده تحديدا ويمكن كان عاوز كان قاعد معايا اليوم ده تحديدا كنا مع بعض طول النهار ناس من مدينه نصر مش اعضاء في النادي الاهلي. مش بيحب مشجعين النادي الاهلي بس مش اعضاء في النادي الاهلي. قد ايه بيقولوا لي اشكر مجلس الاداره واشكر الناس اللي شغالين في النادي ان هم عملوا الجراج ده جوه النادي لان انت مش متخيل احنا حياتنا كانت عامله ازاي. ده مشروع حضاري يا كابتن. مشروع حضاري يا كابتن. الاهلي شغال عليه بقاله فتره يعني هتدخل منه فلوس. انا كنت بكره حياتي لما بروح صغير. بحاول الطريق نفسه تقرب من هناك. الطريق نفسه كان مزعج. انت عملت سيوله مروريه مرعبه بعيده بقى عن ان انت ريحت الاعضاء يعني هو جزء من موضوع الجراج ده ان انت بتريح اعضائك طبعا توفر لهم سبل الراحه الجزء الاكبر طبعا فريحت اعضائك وريحت الجيران زي ما بيقولوا يعني انت ريحت جيرانك. بص الراحه للاعضاء حاجه عظيمه جدا يعني ده اتعمل في مدينه نصر. احنا بنحلم بده في الجزيره يعني انت عشان تروح الجزيره صعبه شويه. الجزيره صعبه هي صعبه بس كان في افكار موجوده كان في افكار موجوده في الموضوع ده يعني انت علشان يعني الناس تحس بالفرق اللي حصل في مدينه نصر. يعني انت في الجزيره الدنيا ضيقه جدا. محمد انا ما بكذب لا طبعا فرق كبير يعني تليفونات طول النهار ناس مش اعضاء طبعا في منهم اعضاء ولكن اللي مش اعضاء اكتر اللي ساكنين حوالين النادي لان انت عارف المنطقه
لان المجموعه اللي قاعده ورا حوالين النادي الاهلي دي كلها كانت رياضيين. هو كانت حاجه خاصه كان ليه 6 سنين بالظبط او 7 سنين مطروح انه يتعمل بس ما اتعملش. الظروف كان في معوقات كبيره بتمر بتخليك لا اتعمل اتعمل تصريح ومحتاج حاجات اجراءات خاصه واتعمل في ظروف ايه ناس تعبت فيها كابتن اتعمل في ظروف ايه انت خارج من كور او يعني ما زلت لسه في عندك ازمه اقتصاديه وعندك ازمه اقتصاديه ما هو الناس كل ما حد يشوفني عاوز يقول لي انت كيفيه اداره النادي الاهلي لهذا الملف الصعب جدا في ظل ان انا بجيب صفقات بجيب واحد من الدوري الانجليزي بجيبه الدوري المصري بجيب واحد من افريقيا كلها كانت عايزاه انتوا عارفين طبعا اللي حصل في صفقه لويس وبقيه الصفقات ان انت لما بتعوز حد بتجيبه فالناس بتقول لي كيفيه اداره الفلوس ده واداره كل الملفات كل الملفات طبعا يعني انت بتشتغل على الكوره بتشتغل على اليد اليد واخد بطوله ابطال الكؤوس ورجع اشتغل على الطايره وقبلها كاس مصر بتشتغل على يوم الجمعه ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله السوبر بتشتغل على فريق كره السله اول مباراه النهارده ونقلناها وزعت على الهواء جبت محترف وجبت مدير فني على مستوى عالي والمنتخب الفريق الطايره جاب فانت بتتكلم على ملفات مع كل الملفات دي بقى انت بتتكلم في ملفات انشاءات بتحل مشكله الجراج بتهد المدرج القديم في التيتشو وتبني مدرج جديد المدرج لازم بين قوسين القايل للسقوط القايل للسقوط طبعا عشان بس ده مهم جدا يعني احنا ما مش مجلس اداره الاهلي دي لا مدرج قايل للسقوط المفروض يتهد من سنين يعني بالظبط فالمدرج القايل للسقوط لانه خطر جدا على الاعضاء وخطر على الله حصل حاجه تبقى فانت بتهد مدرج وتعمل مدرج جديد غيرت اوض اللبس كلها في الجزيره بتهد القطاع الناشئين اللي في مدينه نصر بالكامل وبتبني من اول وجديد انت شغال على ملفات لا انت بتعيد بناء انت حاجات كتير جدا حاجات كتير في النادي الاهلي وده لا يبخس حق المجالس الاداره السابقه طبعا طبعا لان كل واحد بس عشان الناس ما تفهمش الميزه في النادي الاهلي الاهلي تروس تركب على بعضها فرع الشيخ زايد ده بياكد كلام حضرتك مجلس كابتن حسن حمدي تمام بدا المرحله الاولى ايوه جه مجلس المهندس محمود طاهر كمل وافتتح المرحله الاولى مجلس كابتن محمود الخطيب ابتدى يشتغل على المرحله الثانيه والمرحله الثالثه يعني الفرع 128 فدان كان اللي شغال فيه 30 فدان لحد مرحله الكابتن محمود الخطيب دلوقتي استاد النادي او المجمع بالكامل لان هو مش استاد بس مدينة رياضية هيبقى على 60 فدان والمرحله الثانيه 12 او 13 فدان فانت كده اللي هيتبقى مرحله واحده بس ده مثال واضح لتكامل مجالس الادارات في الشغل يعني فرع زي ده مثال في الكلام ده مظبوط المبنى الاداري الجديد بيتعمل ما هو يعني المرحله الثانيه دي حاجه ما هو وسط كل اللي هيبقى حاجه بقى وهم تجمع هنتكلم عنه ولكن انا بتكلم على انه وسط كل هذه الامور وسط كل هذه الجائحه وسط كل ده انت كمجلس اداره بقى بتبص على جمهورك وكل حاجه ولكن برضو اعضاء جمعيتك العموميه التطور الكبير في مقر النادي الاهلي في الجزيره انا دايما بسميها مقرات النادي الاهلي التطور الكبير في مقر النادي الاهلي من البنيه التحتيه في مدينه نصر والمنظر يعني انت بتروح مدينه نصر تحس ان انت كمان بعد الجراج تحس اوروبا الدنيا مختلفه تماما الدنيا مختلفه تماما انت عارف يا كابتن سامي ان الجراج ده اصلا ما كانش في البرنامج الانتخابي ايوه لا ما احنا لسه يعني بقى انا عايز اوريك ان بيتم انت بتنجز قادمة. حاجات وبتعمل وتلاقي حد طالع بيهاجم وحد طالع بيتكلم عندي ما فيش مشكله انا لما اشوف الانجازات دي كرويا واقتصاديا وانشائيا في ظل كرويا رياضيا خد بالك انا بقول لك زي ما عاوز او رياضيا في مختلف الالعاب دي حقيقه واشوف كل ده يعني انا كفايه البوابه دي بص البوابه دي عامله ازاي شوف بقى البوابه دي بقى البوابه دي بقى يعني حاجه من اعظم الحاجات الحضاريه في النادي الاهلي ليه لانها عملت شخصيه النادي الاهلي انك انت مجرد ما تشوف دي في الجزيره في مدينه نصر في زايد ده النادي الاهلي مش محتاج حاجه وده اللي فعلا سور النادي الاهلي بقى سور عظيم سور محترم جدا يعني طبعا سور الاهلي العظيم زي سور السيد العظيم سور الحقيقه يعني انا كنت كل ما امر والله من جنب سور النادي الاهلي والاقي مبني كده وعليه بعض الحاجات وفي بعض الحاجات والاوراق والنفايات وحاجات كده ما كانش بيعجبني المنظر يعني دلوقتي المنظر تفخر بيه وانت ماشي جنب النادي غير كده ان هو استغله كواجهه اعلانيه كمان دي من المداخيل الاقتصاديه الاستثماريه اللي بتضيف للنادي الاهلي المجموعه الاقتصاديه اللي يعني بتستغل اسوار النادي الاهلي تستغل اسوار النادي الاهلي الحيطان اللي موجوده في الشارع بتدخل لك مداخيل حاجه محترمه جدا يعني. وبالتالي كيفيه اداره اداره النادي الاهلي النادي الاهلي بكل الكلام اللي احنا قلناه بقى سواء من انشاءات سواء من جمهور سواء مشاكل
وازمات بتحصل. وبتبني حاجه جديده تاني خالص غير انت بتبني امور كثيره جدا. ولكن انا كيفيه برضو اداره المجلس الاداره للازمات اللي بتحصل ووقوفه دائما مع الجمهور جمهور النادي الاهلي، ان جمهور النادي الاهلي ده خط احمر بالنسبه لكل المحبين للنادي الاهلي. فما حدث خلال الكام يوم اللي فاتوا وبيان النادي الاهلي بان هيتم احد الاعلاميين سيتم تحويله الى التحقيق داخل النادي بما انه عضو في النادي والكلام ده كله. الحقيقه لما تيجي تبص على الشكل العام للموضوع لا تحس ان انت في حته، انا مش عايز اقول في اوروبا الحقيقه، لكن انت تحس ان انت في النادي الاهلي. لا النادي الاهلي بيتعامل بشياكه بتحضر باحترافيه، حتى الحاجات اللي بيعملها النادي الاهلي تشعر فيها بالفخامه. يعني تشعر النادي الاهلي بيجيب من الاخر في اي حاجه. لما بيعمل جراج بيعمل حاجه على مستوى الجراج، لكن بيعمل حاجه فخمه جدا. شوف مين اللي بيجي ومفتتح محافظ القاهره، الوزير، المجلس ده في النادي الاهلي بالكامل. حتى يعني انا عجبني منظر قوي لقطه شفتها الكابتن محمود الخطيب وهو بيكرم فرقه اليد الهاندبول. الهاندبول حاسس اني يعني حاجه عظيمه جدا. ده العظمه دي وده عبق التاريخ. ده ايه الجمال ده في الاقصر؟ ده اهلي الاقصر. يعني ده اهلي الاقصر. ده حاجه بص ما بقول لك اي مكان فيه فخامه. اي مكان بيروحوا النادي الاهلي بص عمل فيه ايه النادي بص الاهلي. المنظر عامل ازاي؟ غير بقى في المنظر مجرد بس ان انت بتحط اسم النادي الاهلي. بالظبط بتحط اسم النادي الاهلي الدنيا بتختلف. محمد المنطقه دي اسمها مدينه طيبه. مظبوط. فرع النادي الاهلي هناك حيا المنطقه بشكل رهيب. يعني الفتره دي فاكر مدينه نصر زمان كان عامل ازاي؟ حواليه طبعا حواليه كانت صحراء. هي دي هي صحراء. هو بص دلوقتي المكان ده تم انشاءه. بص حضرتك المنظر ده يبين قوي. ايوه طلع عشان الاهلي. الاهلي اهلي الشيخ زايد لحد ما طلع النادي الاهلي الشيخ زايد. الموضوع الحته اللي كانت وراه كانت طبعا لا ده الاقصر كمان. ده المنطقه دي كلها عالمي دخل بقى فيها مشروعات. المنطقه اللي ورا دي بقى كلها فيها مشروعات. الصحراء اللي انت شايفها دي كلها مشروعات دلوقتي. بتعمل مشروعات؟ لا دلوقتي بقت مشروعات دلوقتي كمان شغالين. دي كان وقت الافتتاح. الافتتاح دي كان وقت الافتتاح. المنطقه اللي ورا دي بقت مشروعات دلوقتي. مشروعات. والرئيس الحقيقه الرئيس السيسي الحقيقه في كل مكان. دي مدينه طيبه الجديده فمعمول مكان جديد لاهلنا في الاقصر عشان يقدروا يروحوا يعيشوا اماكن محترمه وحوالين النادي الجديد. طبعا طبعا حياه كريمه. فالحقيقه كلام مهم جدا وكلام محترم جدا وسعداء جدا. ودايما انا ببقى فخور ان انا بتكلم باسم يعني او انا بقول ان انا بنتمي لهذا النادي الكبير في ظل كل الازمات وفي ظل كل ما اللي بيحصل ده كله. وتلاقي نفسك في الاخر بتفتتح جراج عشان تحل طبعا الجمعيه العموميه لاعضاء الجمعيه العموميه كل شيء. ولكن في نفس الوقت بتعاني منها الجمعيه العموميه مشكله كبيره كمان بتعاني منها بلدك في المنطقه دي. بلدك في المنطقه طبعاً. دي لانها منطقه مهمه جدا وده انا لمسته الحقيقه. بركه يا كابتن في حاجه مهمه جدا في وسط سنه ونص كورونا انت لم يتاخر لاي حد الحمد لله. لا ده زاد المرتبات كمان سواء لاعيبه او لاعبين او اجهزه فنيه او فرق رياضيه او موظفين او ادارين وعمال لم يتاخر مليم واحد. وكان في قرار من مجلس انت بتصرف مكافئات. ده انت بتصرف كمان مكافئات. الحقيقه حاجه جميله جدا وتدعو للفخر. هنكمل كلامنا ولكن بقى هنتكلم الفقره القادمه عن المنتخب الوطني. هذا الحديث الكبير عن المنتخب الوطني من سيكون خليفه كابتن حسام البدري في الاداره الفنيه للمنتخب الوطني ده هنعرفه من اساتذتنا الكبار بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ محمد هبدا بحضرتك ويعني ممكن نفتح الكلام مع بعض كلنا لانه موضوع مهم جدا. انا مش عايز اسالك عن مستوى المنتخب وكيف وصل بنا الحال ان احنا نعمل كده ولكن في النهايه تمت اقاله الكابتن حسام البدري بكل ما له وبكل ما عليه. صح هو في حاجه له الراجل ما تغلبش ولا ماتش. نتائج الارقام لا افضل ارقام للمدير الفني لمنتخب مصر من فتره طويله. يعني انت المستوى يبقى له انما له في الارقام انما المستوى حتى الارقام. طب احنا بنتكلم نتائج ولا بنتكلم اداء؟ نتائج. احنا قلنا لا قلنا نتائج كويس. نتائج كابتن حسام البدري نتائج جيده. 8 ماتشات كسب 4 ماتشات اتعادل 4 ماتشات تاهل لنهايه كاس الامم الافريقيه الان يتصدر مجموعته في التصفيات المؤهله لكاس العالم. هو احنا اذا هو لم يتم اقالته بسبب النتائج. تم اقيل بسبب الاداء وسوء المستوى. المستوى اللي احنا شفناه كلنا مش عاجبنا منتخب مصر. يعني احنا شفنا الاداء في قدام ماتش انجولا كسبنا ببركه دعاء الوالدين كسبنا بس مش كنا ممكن نخطئ. الماتش الاخير ده فرقه الجابون المفروض الفرق بيننا وبينها يعني 200 سنه ضوئيه
مفيش مقارنه من الناحيه الفنيه. طبعا من الناحيه الفنيه مفيش مقارنه بمصر وبالجابون. فريق انجولا ناقصها 12 لاعب و15 مش عارف 15 بتاع منتخب الناشئين بتاع انجولا. وحتى لو ال15 عويس حتى لو 15 موجودين في انجولا انت منتخب مصر فريق كبير. لو موجود معاها جيلبرتو وفلافيو مفيش مش هيفرقوا. المفروض منتخب مصر هو اللي بيعدي. حاول مشوار الكابتن حسام من البدايه وهو لكن مشوار يعني بص النتائج اللي معروضه يا كابتن مظبوط نتائج واحده من افضل نتائج اللي عملها المنتخبات حتى في السنوات الاخيره. ما خدتش ولا مباراه في الثمان مباريات لكن الكابتن حسام بدري 9 مباريات الكابتن حسام بدري المباراه الاوليه بتسوان كابتن حسام بدري ظلم وظلم نفسه. بمعنى ان الظروف اللي موجوده في الرياضه المصريه في الكره المصريه والكورونا وضغط الدوري والحاجات دي كلها ظلمت الكابتن حسام البدري وان تم التضحيه بالمنتخب لمصلحه الدوري. بس معلش يا استاذ انا بقول وجهه نظري كابتن جو طب اتفضل اتفضل ماشي وكابتن جوهري لغى الدوري الله يرحمه. عشان كده ما انا جاي لك ليه اصر ليه الكابتن حسام البدري ظلم نفسه قبل الاخرين ما يظلموه ان هو ما اصر زي كابتن محمود الجوهري ما طالبش بحقه. يعني في الفيفا دي ما لعبش مباريات كان ممكن يلعب ماتشين شهر 6 كان في توقف دولي رفض انه يلعب فيه. طب ده كلام السنه اللي فاتت في شهر 11 كان في توقف دولي رفض انه يلعب فيه. هو ده هل ده ذنبنا احنا؟ لا ده ذنب الكابتن حسام هو اللي رفض ده. الكابتن حسام مطلوب معسكرات قبل الوداع مش معقوله تجيبهم قبلها ب 24 ساعه ويتمرنوا ويروحوا يلعبوا ماتش مع انجولا ويسافروا 10 ساعات ويروحوا يتمرنوا تمرينه ويلعبوا مع الجابون. فاعتقد ظلم نفسه. يعني في مدرب ما بيبقاش عارف من فتره وحط القوام بتاع القايمه اللي هيختارها في دماغه شايفها هو عارف ان عنده 9 و10 لعيبه من الاهلي هو وافق على ضغط مباريات الاهلي وسكت جاي دلوقتي تكلم عن الارهاق. احنا بنتكلم فيه دايما. لا الحاجه الاهم بقول لك اتكلم عن الارهاق وبعدين نتقبل فكره وبعدين فكره ان الكابتن حسام يطلع يتكلم يقول لك اللعيبه مرهقه. طب ما انت وافقت على الارهاق وانت عارف هو مين اللي بالظبط. انا بصراحه اللي انا عارفه كابتن حسام يعني احنا عشناه فتره طويله طبعا اللي انا عارفه الكابتن حسام عنيده بيصمم على رايه مهما كان مستغرب جدا من ان هو ساب الموضوع يصل لهذه الدرجه ان انا ما اعملش ولا ماتش. انا متاكد ان هو كان عايز واحنا كلنا نحترم الكابتن وبعدين لكن لا ما لهاش علاقه. احنا بنتكلم مش حسام البدري كشخص لا احنا بنتكلم على اداءه كاخطاء وفنيا. في مدير فني جه مسك الاهلي اسمه ريني فايلر جه يوم الجمعه سافر لعب اعتقد سوبر لا قبل السوبر لعب في افريقيا لعب ماتش في افريقيا كسب 2-0 بره وبعدين رجع لعب السوبر ماتش النهوج ده عندنا كريم شعبان كان بيعلق بعد الماتش كسب في افريقيا 2-0 وجه هنا لعب السوبر كسب 3 وبعدها كمل ما كانش لا شاف لعيبه ولا فكره ان انت درس ان انت تدرس لعيبتك وتعرف يقفوا صح بس انما ان انا احط التشكيل الحقيقه بدائي غريب جدا يعني فكره انت كنا بنقول زمان على كوبر باصل صلاح او جري صلاح فين انت لا باصيت لصلاح ولا جريت صلاح هو بص اسوء مباريات محمد صلاح في حاجه غريبه قوي. مين اللي كان هيباصي له؟ قفش حطه جنبه. طب قفشه فين؟ حطه جنبه. لا لا في حاجه غريبه قوي. كابتن حسام دايما بداياته في اي مكان ما بتبقاش موفقه. يعني فاكرين بعد ما مستر ايمانويل جوزيه مشي وجه الكابتن حسام البدري يعني بدا مع الاهلي بدايه كانت صعبه جدا والاهلي اتغلب. هعطف كلمه واحده بعد اذنك. منظومه الاهلي منظومه لا انا جاي لك بس في حاجه بتحمي اي حد في المنظومه. كابتن حسام عشان لكن انت في الاتحاد عليه ماتش الاهلي والاسماعيلي في اسماعيليه لما الاهلي اتغلب 3-1 وجمهور الاهلي ساعتها هتف كفايه بدري وبتاع وحتى هو كان بيلعب مش عارف تاحه باك شمال باك ليفت او اتعمل يعني شوط اول الاهلي يخرج مثلا مغلوب 5-6 في الفتره دي كان حسام خرج قدم استقالته بعد احتفالات الجماهير في اليوم ده وكانت بدايته صعبه جدا مع الاهلي. نفس المشكله بتهالي قابلت الكابتن حسام في بدايته مع المنتخب وكانت بدايته فعلا صعبه مع ان معاه زي ما بيقولوا كده سكواد او معاه اسماء تقيله ولكن قابلته ظروف صعبه. يعني تطلب صلاح مصاب مش عايز يجي. انا مش بدافع عن حد او بتكلم في سؤال بقول لك على الظروف اللي حاطت بالفتره بتاعته. النني مثلا عنده مشكله ويتنقل من نادي لنادي وكان عنده ازمات تريزيجيه بيجي له باط صليبي. هل ده بعتبره تبرير؟ لا خالص. انا عايز اوريك بس خلي بالك انا مش مع ولا ضد. انا دايما هتلاقيني عكس الكلام اللي انتوا بتقولوه لانه انا لازم برضو ابقى هو انا بس مستغرب. يعني هو سبحان الله هي بتبقى حاجات غريبه لما بتقعد تقارن او تعمل مقارنه. مثلا الكابتن حسام 2009 كان المفروض نيلو فنجاده جاي يمسك الاهلي واعتذر والكابتن حسام مسك مكانه. النهارده الكابتن حسام بيمشي من المنتخب ونيلو فنجاده بعد كام سنه بيجي يمسك مكانه.
فيعني هو لسه او يقترب يعني هو بنسبه كبيره هو الاسم اللي في حاجه ثانيه برضه عايز اتكلم فيها. طيب يعني احنا كلنا عمالين برضه نتكلم مع الكابتن حسام ونلوم الكابتن حسام في اين دور الجهاز المعاون مع الكابتن حسام؟ هو اختارهم هو اللي انا بقول لك مع الاختيار ماشي هو لا 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 ما فيش يعني انا عايز اطلع بس هو لما كوبر لما كوبر او اجيري حصل مشاكل والجمهور اتكلم عليه وتم اقاله كوبر وتم اقاله جيري حد قال فين محمود فايز وفين اسامه لا لا او اي حد قال فين رمزي يعني اقصد طالما مدير فني ماشي اختار مجموعه ماشي فهو صاحب القرار ما ينفعش اقول ان في مشكله عند احمد ايوب ولا عند طارق مصطفى اولا هو مهمش طارق مصطفى من اول لحظه هو ده هذا الجهاز المفترض ان طبعا نختار الكابتن حسام انا ما بلومش عليه ولكن هل انت تتخيل احنا عارفين كلنا اللي حصل المفروض لكن هل انت تتخيل ان الكابتن حسام هو اللي اختار هو لا كابتن لا لا احنا عارفين طب الكابتن رجال ما جاش احنا عارفين خلينا نكون واضحين متمسك بالجهاز المعاون بتاعه بالظبط لكن النقطه الخلافيه ولغايه دلوقتي خلي بالك لغايه اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي قبل ما نخش يعني التنافس اللي ما بين فنجاده وما بين كابتن ايهاب جلال لغايه دلوقتي رايح في سكه فنجاده ليه؟ عشان الكابتن ايهاب متمسك بكل جهاز المعاون بتاعه تمام انا اقصد ايه يا كابتن اسلام؟ اقصد ان الجهاز المعاون لابد ان يكون له دور فعال مع المدير الفني. انا مش هقول ان هو اللي يفرض ولا هو اللي يتحمل المسؤوليه ولا هو المسؤول عن التشكيل وعن الاختيارات بس يكون له الاستشاره القويه يعني طارق مصطفى اللي ما كانش موجود انا ما حسيتش ان هو موجود في المنتخب اساسا ولا كابتن احمد ايوب برضه شايفينه يعني ما له دور ولا كابتن سيد معوض حتى كابتن محمد بركات اللي هو المدير الرياضي بتاع المنتخب او مدير الكوره ما محمد بركات موجود في المنصب ده عشان نجم ولاعيب كوره مش عشان جايبينه واحد مدير اللي انا اعرفه ان بركات وناجح لا حتى اللعيبه كلها لا عارف ان بركات الوحيد اللي ليه 50 50 يعني لغايه اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي كابتن بتكلم اي حد بركات بركات تلاقي اللعيبه نفسها يعني ممكن الشغل الاداري الشغل محترم اقصد ان المفروض لو كنت المفروض يعني دول يبقوا مستشارين فنيين للكابتن حسام البدري يعني بدل ما انا ليا عين واحده بشوف بيها ايه المشكله مين اللي قال ان هم مش بالظبط لسه كنت هقول لحضرتك انت حضرتك هتحكم عليا ازاي ان انا ما جيتش قلت للكابتن حسام البدري مشاركه عمر جابر في المركز ده غلط. في التوقيت ده غلط خلي بال حضرتك ان هم قالوا لا انا عارف لا انا عارف حاجات ما قالوا له هو في حاجه في الدنيا لاعب لعيب عشان صاحب لعيب واحنا بنهزر مفيش حد بيعمل كده عمر جابر بيلعب عشان صاحب محمد صلاح بس هو جه المره اشمعنى المره دي جه ولعب اساسي مع انه يعني عمر من اللعيبه الكويسه لعيبه مستواها كويس بس مستواها هنا مرتبط بهذا بالشكل لا بس هو بقى خلاص ان هو ياخد انذار يعني حتى بتشوف في مباريات النادي الاهلي لما موسيماني لعب ياخد انذار وكل لاعب مهم طلعهم بين داخل الشوط وايمن اشرف بياخد الانذار بيطلع ده بيطلع من الشوطين عمر جابر خد الانذار يعني حتى عمر جابر لما عمل الفاول الاولاني اللي خد فيه الانذار حتى يعني بكر جسامه كان خلاص هيعمل فاول وخلاص هو راح واحتك بيه وفضل واقف لغايه ما حد كان خلاص عمر جابر الشوط الثاني طلعه لان وارد جدا في اي لحظه انه ياخد كارت احمر وتخيل انت كده يا ابو علي مثلا واحنا بنتكلم تخيل انا وصلت بيا امبارح وانا بتابع السوشيال ميديا يعني لقيت الناس مبسوطه بطرد عمر جابر ومبسوطه لا قدر يعني بعيد عن كل الناس عايزينه يخسر شيله تقيله لا مش يخسر يعني لانه كان الاسمين يعني احمد توفيق مع احترامنا كامل ليهم كلاعبين هايلين ورائعين في انديتهم بعاد هو كابتن لكن الفنيه لياقتهم البدنيه حتى غلطه عمر جابر او الفاول اللي عمله ده قل التركيز اي حد لعب كره هيفهم انا اقصد ايه قل التركيز وقل التركيز ده من ضعف طبعا من ضعف طبعا تقول لي من ضعف من ضعف تعويض طبعا كلكم هو المدير الفني هو المدير الفني لفريقنا فرط النقاد وبقى لنا 3 سنين بنكسب البطوله عشان بس الناس تبقى عارفه ايه بطوله يا اهدى بس وانا بقعد اتفرج عليكم لا هادي انا هادي انتوا بتروحوا تجيبوا اللعيبه من فرق ثانيه ما هو ده التسويق هو ده التسويق هو ده النجاح تابع سياسه النادي الاهلي هو ده النجاح مدير فني هو ده النجاح عاوز يعمل ايه قبل ما تبدا الدوره بنقعد انا وهو نتفق على الاشخاص افضل الصحفيين اللي موجودين بيلعبوا كوره مصر عربيه يعني يجيب واحد من الاهرام والاخبار احنا بنعملها ايه يعني المفروض كل جورنال ينزل بفرقه فعاوز يروح جايب ايه يروح واخد افضل لاعب في كل فرقه وراح عامل بهم فرقه لوحده بص هقول لك هو مدير فني وياخد البطوله هو عاوز بامانه ما بيجيبش حد يعني هو الراجل بياخد الفلوس في الاخر والكاس وبيعزمنا مش عارف يكلم وبيعزمنا في مكانه خلاص مش عارف يكلم برضه فانا عايز اقول بس
كابتن اسلام يعني نقطه، ومش يعني لو خدت بالك من طرد عمر جابر هتلاقي ان لياقته البدنيه ضعفت خالص، وهو نفسه بان ظهر عليه، والفاول اللي عمله ده هو عارف انه عنده انذار ويخش ويعمل يكمل في الكوره بالشكل ده، ده قله التركيز منه ناتج من ضعف لياقته البدنيه. احمد توفيق نفس الكلام، جاله كرامب ومسك رجله وطلب التبديل وخرج. فانا كمدير فني انا واقف على الخط، عشان برضو كنت بقول ان انا مش بدافع او ضد او مع، انا بتكلم بشكل باللي شفته. انا كمدير فني واقف على الخط شايف اللعيب بتاعتي او اللعيبه بتاعتي او الاثنين اللي قدامي على الخط الجبهه كلها خلاص وقعت بدني، هنا لازم اتدخل، ما استناش ان اللعيب بتاعي يفقد التركيز. يعني كده حصل بدري كويس ولا وحش؟ لا لا انا مش بقيم هنا وحش ولا كويس، لا أقول انا بقول لا لا انا بقول يعني ان هو قابلته ظروف صعبه انه اتظلم، يعني هو كويس ولا وحش كده؟ بص بص يا ابو حميد، انا بقول ان هو كان عنده ظروف صعبه جدا في موضوع الكورونا، موضوع ضغط الماتشات، موضوع ان صلاح ما بيجيش، مشكلته هو لا ده الغريب، هو وافق على الكلام ده، هو وافق عشان النادي الاهلي كان موجود. لو تديني فرصه اكمل كلامي هريحك، انا بس عايز اقول نقطه مهمه، فهو قابل مشاكل وفي نفس الوقت هو عنده اخطاء. لا لا بجد عنده، يعني هو قابل واجه مشاكل وفي نفس الوقت هو كجهاز فني عنده اخطاء. ايوه، من ضمن مثلا الاخطاء بتاعته او الحاجات اللي انا يعني ما بقتش مستوعبها، لعيب زي مصطفى محمد انت راس مالك طول الماتش بتحاول تعمل كرات عرضيه او تعمل مرتدات وتعمل كروسات فمصطفى محمد نزل بان ان هو الراجل في الكروسات اكتر من كره عرضيه، طلع هو اللي خدها وطلع كان شكلها شويه برده ما هو بشكل عشان انت اتطرد منك فريق ودينا خلاص ودخل فيه جون. بس يعني لما نزل صنع صلاح محسن مثلا الجامب بتاعه على الكره اللي عملها بدماغه لمصطفى وداه هو الجون، فانت كان عندك حلول بره، عندك مثلا لعيب زي زيزو ومكان ولاي شايف هم زيزو ما بيعرفش يلعب غير في الناحيه اليمين، اطلع صلاح ونزل زيزو. لا لا انت الراجل في الزمالك ساعات بيلعب باك يمين. لا 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 مش هي هو اذا كنت عايز تعمل الفكره اللي هو عملها بعمر جابر بالظبط تعملها بزيزو يلعب تحت صلاح، يلعب تحت صلاح، يلعب تحت صلاح، ده على فكره وبيكمل وفي نفس الوقت بيعمل واجب دفاع كويس. خد بال حضراتكم ان الكلام اللي حضراتكم بتقوله ده، انا امبارح بعد ما مشيت بالليل تابعت كل الناس تقريبا نفس يعني نفس الكلام. تخيل حضرتك ان 100 مليون الا واحد هم دول او الا شايفين الغلط، والواحد ده اللي هو المدير الفني كابتن حسام مش شايف الغلط. هو كابتن اسلام، هل انا المسؤول عن ان انا ضم محمد صلاح وزيزو وحسين الشحات في مركز الجناح الايمن وضم رمضان صبحي بس في مركز الجناح الايسر؟ بس رمضان صبحي بس اللي وعندك طاهر محمد طاهر ممكن يعملها وراجع من المنتخب الاولمبي وراجع مع كاس العالم. كهربا ينفع يعملها؟ كهربا ابراهيم عادل نفسه، ابراهيم عادل، ابراهيم عادل على رايك صح، ابراهيم عادل يعني احمد عبد القادر ما مكسر الدنيا، بس احمد عبد القادر بيلعب 10 او 8 يعني ما بيلعبش في الجناح، لا مكسر الدنيا كان ما بيلعبش في الجناح. انا شايف ان ابراهيم عادل كان افضل عنصر يكون موجود هو طاهر محمد طاهر في الجزء ده. عموما احنا قاعدين في التكييف، ويعني هو الكابتن حسام اكيد هيقول كده، انتوا قاعدين في التكييف وحاطين ايديكم في الميه البارده، ده اي مدير فني مش تكييف، ده مش تكييف، مش تكييف يا كابتن. بس انا السؤال ال 100 مليون قاعدين في التكييف. هو حسام السؤال اللي انا الحاجه اللي بسالها استغرب، هو احنا كلنا عارفين كابتن حسام وحضرتك تعرفه اكتر مننا، كيف يقبل حسام البدري بفرض لاعب عليه في التشكيل وينزل يلعب يشارك في المباراه؟ لا انا ما اعرفهاش، انا تم فرض لاعب عليه معين. طيب هنعرف مين اللاعب اللي تم فرضه عليه للكابتن حسام او على الكابتن حسام البدري، ولكن خلينا نطلع فاصل ونرجع نسال الاستاذ محمد من هو اللاعب اللي تم فرضه على الكابتن حسام البدري. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى استاذ محمد، حضرتك بتقول لي ان هناك لاعب تم فرضه على الكابتن حسام البدري في منتخبنا الوطني. تعديها يا كابتن اسلام. لا ما اقدرش ما اقدرش، اصل دي يبقى برضو ما انا عارف كابتن حسام كويس، فما اعتقد. لا 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 يعني ما احنا عارفينه كويس، ما احنا كنا بنتكلم في الموضوع، انا اقصد مثلا يعني عمر جابر، يعني الكابتن حسام البدري ما كانش في تخطيطه ما لعبوش في الماتش الاولاني وبيلعب عشان خاطر صلاح. هو انتوا حضراتكم كلكم متاكدين من الموضوع ده؟ لا متاكدين. اسال عويس. بص يا كابتن، بص يا كابتن، لا تعليق طارق حامد مش تابع والله. طارق حامد نتفق او نختلف على حاجات، لكن طارق حامد لما تيجي تقارنه بعمر جابر في الفتره الاخيره كمستوى وكاداء، لا لا طارق في حته وعمر ما ينفعش، طارق افضل بكتير يعني بكتير، ما ينفعش طارق يبقى بره الماتش خالص، مش بره، مش بره ده، مش بره القايمه، لا بره القايمه لطارق اللي رفض طفله ده. اصل بص في كواليس كتير قبل الماتش، انا مش حابب ان انا اتكلم فيها لانه الموضوع ده موضوع تاني خالص، يعني طارق حامد مصطفى محمد يعني في خمسه سته كده حصلت حاجات معينه قبل السيطره على اللعيب، دي حاجه كارثيه برضو يا كابتن. طبعا طبعا، يعني لاعب لما اقول له اقعد على الدكه ولا لا مش عاوز يلعب يطلع بره، دي كارثه برضو، يبقى كده مشكله مشكله كبيره جدا، والمفروض دي اللعيبه اللي بتلعب باسم مصر. بس هو الحقيقه
اي حد معدي مع كل الاحترام لكل طريق كان لازم موجود في التشكيل. بس برضه يا كابتن انا ماشي انا متفق معاك وده صح. لكن هو بيتكلم على ده قرار قرار فني يعني بما فيها بما فيه محمد صلاح لو قال محمد صلاح مش هبدا بيك يقول لا تبدا بيا يا روح ويرجع. لا ما ينفعش اركب له تاخد الاتوبيس ويرجع هذا الطياره بتاع الطياره يا ابني هو النني ما ينفعش ده كلام ما ينفعش يا جماعه عشان قال له ان انت مش هتكون موجود في التشكيله الاساسيه. لا السنين بيقولوا مصاب انا بقول مع فريقه ما لعبش هو كان بيلعب مباراه وديه تقريبا مع برينتفورد واتصاب والشحات كان عنده شد قبل ما يسافر حسين انا عارف المعلومه دي. طيب ابو علي مين المدرب الاقرب يعني دلوقتي الكلام كله عن نيلو فنجادة عن كابتن ايهاب جلال عن كابتن حسام حسن من وجهه نظرك عن كابتن ضياء السيد كابتن ضياء السيد دلوقتي من مساعد. الكلام اللي بيتقال ان نيلو فنجادة وكابتن ضياء السيد وكابتن محمد شوقي وكابتن عصام الحضري ودي مرحله الشك أنا... ما دي هتسمع بقى ما احنا سمعنا الصبح انت انت كابتن اسلام بقى حدد انا استاذ محمد انت كله تقول استاذ محمد اسمع ابو علي انت ابو علي استاذ محمود استاذ محمود خليك استاذ محمود ابو علي لا او ممدوح لا 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 بعيد عن ممدوح خالص يلا اتفضل. لا انا عايز اتكلم في نقطه عشان انت يعني مش فاهم لحد دلوقتي بجد نختلف او نتفق على كابتن حسام وبكررها تاني احنا في اوقات كتيره جدا في تصفيات كتيره جدا صدمنا مثلا رحنا قدام النيجر اتغلبنا او مش عارف قدام ناميبيا مره مع كابتن جوهري مش عارف حصل ايه قدام ليبيريا والجون بتاع جورج وايا اللي مش احنا دايما من زمان قوي بتيجي بتلعب تصفيات بتلاقي المنتخب وقع منك في ماتشات كده يعني حتى ماتش غانا انت ماشي زي الفل والدنا معاك ايه وغالب كل الماتشات وتروح تفوجئ ان انت بتغلب من غانا 6. فانا مستغرب بجد مش 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 لاقي لها تفسير. هل هي التوجه مثلا من الناس اللي موجوده ولا الدنيا حاله غريبه قوي الناس كلها يعني ما اعرفش القصه ليها دخل بكابتن حسام. بيقولوا ان كابتن يعني انا قريت على السوشيال ميديا امبارح ان كابتن حسام هو الوحيد اللي قدر يوحد جمهور الاهلي والزمالك. انا على فكره مش بهزر انا دايما بتكلم في دي خلي بالك الكلام ده كلام مهم يعني لازم يبقى يوصل للناس ان في لا ده كان امبارح كانت حاجه صعبه. ده السبب يا كابتن هو بس يا جماعه بس عشان الكابتن اصله انت ممكن تبص على النتائج هتلاقي الكابتن حسام لعب مع جزر القمر اتعادل ده اللي انا كنت بتكلم اتعادل لعب مع كينيا هنا في القاهره اتعادل كسب توجو رايح جاي بماتشات كده ورجع كسب وتعادل مع كينيا هناك وكسب كسب جزر القمر بس حقق الهدف فالحقيقه لا هو هو مصنف في دول اللي انت لعبته في هو هو هو, هو انا الحقيقه كنت بسال سؤال تاني هدف ايه انت بعد بعد ده كفايه يعني الكابتن حسام يعني يعني خلاص كابتن حسام تم اقالته ايه القادم المستقبل يا استاذ خلينا في القادم انا انا شايف الاقرب حسب ما قال ان هو نيلو محمود ده ابو علي محمود استاذ خلاص يا ابو محمود عشان ما اقولش لا طبعا انا هاخدها يعني لا 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 طبيعي جدا طبعا ان يجي جهاز فني كوفا انا يعني بفضل المدرب الاجنبي في المرحله اللي جايه فنجادة اي حد لا دلوقتي مفيش غير فنجادة ماشي فنجادة وممكن كان في كلام على كوبر الحقيقه ولكن ارتباطه مع خلاص بقى كوبر يعني كانت تجربه وعمل وما كوبر يعني هوجم في الاخر وهوجم في كاس العالم كوبر اعتقد مرتبط بعقد مع ومرتبط بعقد يعني فانا شايف ان فنجادة طبعا هو يعني اللي يمر على الاقل بيك المرحله دي ويبقى معاه مدرب مصري ايا كان المدرب المصري اللي موجود. كان في اقتراحات ان مثلا فنجادة يبقى مستشار فني ومعه اي حد يبقى مدير فني يعني ممكن يبقى حسام بدري مع ايوه لا ممكن يبقى معاه كابتن حسام حسن مدير فني وهو مستشار فني ايهاب جلال وهو مستشار فني يبقى في استشارات فنيه وده على فكره دي موجوده في منتخب ايران لما كان كروش ماسك استعان بفنجادة كمستشار فني معاه واستدعاه ونزل معاه الملعب يعني مش هتبقى بدعه عندنا يعني موجوده متاحه بس في مدربين مصريين ما يقبلوش بهذا. كنت هقول لك مين اللي هيقبل لا في مدربين مصريين ما يقبلوش بهذا لكن فنجادة ومع اي حد يعني وجهه نظرك انت يا استاذ انا من وجهه نظري ان فنجادة ومع اي حد من الصف الثاني من المدربين يقدر يقود المهم. انا مش مع يعني انا شايف ان الدنيا ماشيه كده التوجه اللي انا شايفه معلوماتي من جوه الاتحاد او الكلام اللي بيتقال ان الاقرب نيلو فنجادة ومعاه الجهاز المعاون اللي هو الاسماء اللي اتسربت او الاسماء اللي طلعت ودي على فكره الاقرب. لكن انا وجهه نظري لا في اسماء كتيره جدا تستحق وعندي معلومه يعني ان في اسماء اطرحت اوريدي زي كابتن علاء مهوب على فكره اسمه اطرح بقوه وحد يعني خلى او بعت زي ما بيقولوا كده فنجادة اسم اطرح قدامه او كلام اتقال سال مستر مانويل جوزيه على كابتن علاء هنا فنجادة كان فنجادة الاقرب
لا فنجاده كان ايه هنا وهو بيطرح الاسم قدامه؟ مستشار مدير فني اتحاد ولا مدير فني منتخب؟ انا بقول لحضرتك القصه كلها رايحه في سكه نيلو فنجاده وهيبقى معلم. كمل لنا قصه كابتن علاء. اللي عرفته والمعلومات اللي عندي ان الراجل من ضمن الاسماء اللي طرحت اسم الكابتن علاء وشاف في السي في بتاعه ان هو اشتغل مع مستر مانويل وعرفت انه سال مستر مانويل عليه. ده من ضمن المعلومات اللي جات لي. في كابتن ضياء السيد اسمه مطروح بقوه، في زي ما سمعنا برضو كابتن محمد شاوي اسمه مطروح بقوه، في اسماء كتيره مطروحه، بس انا المعلومات اللي جايه لي ان نيلو فنجاده هو الاقرب لقياده منتخب مصر. حكيم، مجرد طرح اسم فنجاده اسمه هزار مع كامل الاحترام. هو اصلا اخر مره اشتغل، هو اصلا جه ليه اخر مره اشتغل؟ هو اصلا جه ما دام هزار بهزار والله. طب هو كان جاي ليه؟ هو ما هو كان كابتن حسام البدري لما مسك مدير فني منتخب مصر كان اخر، كان بقاله سنتين رئيس نادي، كان بقاله سنتين رئيس نادي. تمام، مش مختبر ده. طب جيت في ديو هو كابتن حسام ده كان مجاوه صح؟ احنا بنتكلم مجاوه كان خطا. احنا بنتكلم في دلوقتي انا شايف ان طرح فنجاده خطا. بس في نقطه يا كابتن، حضرتك كنت لعيب كوره كبير، لازم تجيب مدرب اللعيبه تقتنع بيه انه مدرب. وانا فاهم الكلمه اللي بقولها، اللعيب لو ما اقتنعش بالمدرب ان ده مدرب كبير، خصوصا انت عندك لعيبه مصنفه، ما ينفعش. انا وجهه نظري يكون مدرب اجنبي ومش فنجاده. لا، ما هو فنجاده حل مؤقت. ما هو كده فنجاده لو جه مؤقت. انت عندك ماتشين، 7 اكتوبر و11 اكتوبر مع ليبيا، احنا النهارده شهر، فانت مش هينفع تجيب مدرب الا بقى لو جبت حد كان درب في مصر قبل كده، فايلر زي ما اطرح اسمه. انا شايف ماتشين حاسمين يعني، وماتشين حاسمين، لانه ليبيا هي اعتقد انه بكره ليبيا هتلعب انجولا، الماتش هيحسم بشكل كبير مين اللي هيكمل معانا في المنافسه الاخر. يعني التعادل بتاع مصر مع الجابون طلعها الجابون، خلص على الجابون، هو هدف الحمد لله يعني، حفظ مال وجه بس خلص. وانه خلص على الجابون طلعها من المنافسه. ليبيا بكره لو حققت نتيجه ايجابيه مع انجولا، فالماتشين بتوعنا معاهم الرايح جاي في شهر اكتوبر هم ماتشين حاسمين. بس ليبيا لسه هتلعب بكره، واحنا لعبنا من 3 ايام. انت اللي بتحدد، والماتش الدوله اللي هم هم الجابون، الجابون اللي حددوا، الجابون اللي حدد. انت عندك بيدوك 3 ايام تختار. الجابون اختارت اول يوم، وهم اختاروا اخر يوم من 5 ل 7 مثلا. انت زي مثلا تونس هتلعب يوم 7. انا وجهه نظري انه الجهاز الفني اعتقد يعني على حسب معلوماتي، نيلو فنجاده مدير فني، سامي الشيشيني مدرب عام، محمد شوقي مساعد مدرب، عصام حضر مدرب حراس مرمى، ويبقى الجهاز الاداري. هل هيبقى بقياده محمد بركات زي ما هو ولا هيبقى في تغيير؟ لسه. والجهاز الطبي زي ما هو بقياده الدكتور محمد ابو العيد. الشيشيني ده يعني معلومه ولا توقع ولا ترشيح؟ اعتبرهم الاثنين نظام في خلاط. بس انا يعني الشيشيني دايما، الشيشيني خد تجربه كانت الاخيره مع اسوان وقرر بعدها ما ياخدش تجارب تدريبيه ثانيه يعني. لا بس ده منتخب مصر، مش عارف هل منتخب مصر لما يستدعيك ان انت تبقى موجود. طبعا الشيشيني من الناس المميزه جدا، المدربين الكويسين، مدربين كويسين وعينه حلوه في الكوره حقيقه. عموما منتخبنا الوطني او منتخب مصر هو منتخب كبير يستحق مدير فني كبير حقيقه. طبعا. يعني لانه طبعا. احنا دلوقتي في وقت صعب جدا وداخلين على مباراه، الله يكون في عون الناس اللي بتختار، لانه فتره صعبه جدا. واحنا منتخب كبير عايزين. لا وبعدين انت منتخب كبير، انت اخر كاس عالم، انت مشارك كاس عالم، اخر كاس امم، انت بتلعب نهائي. فانت يعني دي معطيات يا كابتن خالد، دي معطيات. المدرب تكلم اي مدرب هيقول لك اهلا وسهلا الجابون معاك محمد صلاح، معاك منتخب كان بيلعب كاس عالم، اخر كاس عالم كان اخر بطوله افريقيا اللي هي مثلا. والجيل اللي موجود يا استاذ حكيم، الجيل اللي معاك عامل ازاي؟ السكواد نفسه عامل ازاي؟ هيقعد معاك على الترابيزه ويتفاوض. يا كابتن اسلام، احنا في 2017 وصلنا المباراه النهائيه، كنا بنلعب براس حربه عمرو ورده. بعد اصابه مروان محسن ما كناش لاقيين راس حربه. لما مروان طلع، لما مروان لعبت كهربا المغرب، وكهربا توقف انذارين، فلعبنا الماتش النهائي وعمرو ورده راس حربه. انت مش مكانه يعني، انت امبارح تقليلا منه يعني. انت امبارح عندك محمد شريف راس حربه متميز جدا، عندك مصطفى محمد، عندك صلاح محسن، عندك بقى عد في الاجنحه، اقعد عد كده وانت مغمض. حسام مهاجم في مصر. حسام عندك. اذا احنا ما عندناش مشكله في اللعيبه، احنا ده مشكله كان في يعني الحمد لله طبعا. مصر حاليا عندها جيل من اللعيبه، لا الناس كلها عندك جيل مميز انت في كل المراكز. ايام كوبر، ايام كوبر لما كان بيبقى موجود كانت الناس بتختلف شويه على ايه، على اسلام، على احمد، على محمد، يعني بتلاقي دايما الاختلافات. ما كانش عندنا مهاجم. لا كنت دايما بتلاقي الاختلافات ايه، مش واحده. لكن انت دلوقتي، انت بعد ماتش انجولا وبعد ماتش الوداد ده اللي يعني مصر كلها بتتكلم على لعيبه بعينها. وهي كابتن انت عارف خارج كابتن فواضح ان ده خطا واضح للجميع. بتتكلم على الارهاق 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 الارهاق، وبتلعب 7 اهلي اللي هو اكتر فريق اوريدي ارهق في مشواره، واللي انت وافقت ووافقت ان هو يتم ارهاقه جدا. اللي انت وافقت. عموما هنكمل كلامنا
ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في هذا الامر. وكل مدرب جه بالظبط علشان ايه نتكلم بقى عن المدرب الجديد ده هنعمل معاه ايه والدنيا هتبقى ماشيه ازاي وان شاء الله الامور تبقى احسن. وبالفعل منتخب مصر منتخب كبير يستحق مدير فني كبير. انا بشكرك جدا يا استاذ محمد على وجودك معانا. شكرا يا ابو علي على وجودك معانا. شكرا يا حكيم على وجودك معانا. شكرا يا عويس على وجودك معانا. انا موجود على طول. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله غدا حلقه هامه جدا في البيت الكبير. استنونا بكره ان شاء الله. طبعا كالعاده هنرجع في تمام الساعه 10 النهارده بس اللي كان الساعه 11. بكره ان شاء الله نكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه 10 ان شاء الله. اشوف حضراتكم على خير. صباح الخير.